قبل ما نبداو راهو ميغالو تمكن بالابراج وكل انا نحب ميغالو يقرا لي برج الجوزاء اللي هو برج بربي اقرا ميغالو اي خلي اقرا بتاريخ تبهته اي لا 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 اقرا بهته تاريخ باللورا بجوزاء بجوزاء شو قديم قبل كنت في مع برج السرطان بعد جيبوا برج الحوت يوسف شاي تشوف حكومه سكاي سعيد شوف في دخان صحيح دخان وفاء تقصش عليه عاد يا محسن تقصش عليه عاد ما تقصش عليه شوف برج السرطان حبيت تقول لاخت رابعه خت قال انت تشوف هذاك امين يا ربي امين برافو لك صح نكمل هاجر هاجر يكمل هاجر نشوف البلا لا بالحق والله بعث لي صاحبي قال لي علاش مثلا كي يشوف حاجه كما نقولوا مثلا وقت قبل ما نكملوا راس العام وقت ما فما فازات شافهم بعد عدينا قال لي ما غير ما تقصهم عديهم هكاك قال لي عندنا بعد في السوتي تراج نفهموا السوتي تراج جوستومون هو قال عديوا لنا حاجات من اللي قالهم قبل فيما يخص رئيس الحكومه وحكومه الجملي اللي ما تعدتش فكان تنبأ بذايا محسن عيفة وهو شنو قال على رئيس الحكومة المعين من طرف رئيس الجمهورية قبل ما يصير التعيين نتاعو هتشوفوا الفيديو مع بعض حرفين حكينا فيه قبل قلنا حرف الميم موجود في البلورة وحرف حتى السي يوسف الشاهد موجود في البلورة يوسف الشاهد في البلورة موجود في 2020 عنده حاجة كبيرة في الحكومة لكن في البلورة حسب البلورة تغيرت المعطيات اللي هو كان رئيس الحكومة السي يوسف الشاهد تغيرت في 2020 وأكثر ينجم يفيد يوسف سيد رئيس الدولة يفيده أكثر ونجم تمر تونس بسلام به هذا اللي قلت يا عيفة يا معلم عايزك حرف حرف الميم هذيك في حاجة أخرى أي ليس فخفيخ في حرف الميم ليس المخماخ ولا مخماخ هو ملياس ملياس هي حسب البلورة حسب اللورا شو قلنا؟ قلنا راي ثم حكومة تجينا حكومة كانت خادمة قبل خادمة لوكاس خادمة قبل وفاز قال لي قال لي كيفاش بشنو كبار برشا في السن قلت راهو خادمة قبل الحكومة وخاصة انك البلورا كي يجي نشوفه نلقوا عينيه خضر ومزيان وش الشيء المزيان قال يوسف الشاهد يخلطوا شبوا لبعضهم حمزح باللورا هو قال شوف يوسف الشاهد فما شبيهة على الاخر بين يوسف الشاهد وبين ياسر فخفاخ معناتها شبوا لبعضهم براسهم ياسر في البلورة حتى شوف فيها نقول لهم عينيهم خضر ومزيانين زيد بالدخان ما عادش تراها فز قال لي خي يوسف الشاهد خرج لك البلورة قلت له خاطر يشبه يوسف الشاهد فهمتي وش بيها موجود به ياسر فخفاخ هل ستمر الحكومة نتاعه ولا حسب تشوف حسب البلورة كما قال البلورة مش تمر 100% بلورة مش تمر ولا الحكومة؟ لا الحكومة مش تمر بلورة مش تمر ما تمرش خاطرش علاش هما ما يساعدهمش أول حاجة المجلس يخافوا على بلايصهم علاش؟ لو كان ما تمرش حتى النواب هو اللي يخافوا يلزموا يقرروا بأن في عنهم علاش؟ خاطر البلورة موجودة ماشية في سكة صحيحة على شرط سي فخفاخ كي نجي نشوفوا هذايا هو تو قريب للشاهد برشا راهو في البلورة قريبة للشاهد أكثر من لازم منزلناه في نصر ممكن هي قريبة في الحومة وفي زنقة باه كي نجي نشوفوا البلورة نشوفوا 2020 مع هذه الحكومة هذه اللي حكينا فيها ماشي في صحيحة لكن لازم يحاول يدخل مع كل الأحزاب باش ينجم ينجح كان ما دخلش مع كل الأحزاب وما رضيش الأحزاب الكل راه مش تقع على العجلة في التين لازم حساب لازم يكون دبلوماسي وينسى الماضي خاطر هو عنده زوز مناصب شد مقبل في وزارة تعب فيها برشا خاصة المنصب الثاني في وزارة المالية كانت عنده برشا مشاكل ومشاكل متركلة برشا وخرج منها أشارة من عجيب باه وفي الحالة الشاهد باش يكون موجود في الحكومة لا موجود هو ذراعه اليمين لا مش سوق كبير كهرباء هو ذراعه اليمين سوق كبير كهرباء كان قال حسب شوف في البلورة حسب البلورة كهرباء سنة 98 حتى كانت حتى كان ثم حاجة كحلة ما عادتش تو كيف تحت الكحلة لا تحت الحمد لله الحمد لله تحت الكحلة ولا الحمد لله تنحت الكحله وان شاء الله الدخان من هنا تبدا في مازال دخان ولا لا ما عادش فاب الكترونيك دخان, دخان كان في المجلس عراك ومشاكل وكهو ما ثم حتى شيء ما حتى مشاكل مجلس تقعد ديما 2020 و21 تقعد تمر بصعوبات كبيره المهم البلاد ماشيه في لا ماشيه في تو حد الان من هنا كنا في مارس وافريل تدفني صح تو حاليا قاعدين يحضر كل واحد في بلايستو ونشد بلاصته بلاصته. واضح باه احنا وعدناكم الجمعه اللي فاتت باش نشوفوا الابراج اللي كومباتيبل مع بعضهم بالنسبه لعام 2020. نعم. معناتها الابراج اللي نجموا يتعرفوا على بعضهم في قصص حب عام 2020.
باه احنا حكينا في عام 2020 اكثر الابراج اللي هم اللي تناسبوا اكثر برج الترابي اللي حكينا عليهم في 2020 هم العذراء والثور والجدي، هم من احسن الابراج في 2020 الحمد لله. باه خاصه جدي باه الحمد لله. جدي هو اثناء كيما كان نشوفوا جدي شنو العراقيل اللي مش تقع معاه؟ اكثر العراقيل اللي تقع معاه هو برج الهوائي الجوزاء والميزان، وهذا الجوزاء والميزان والدلو يعرقلوا الجدي ما يخلوش يتنفس اكثر، وبرج الناري اللي هو كان قبل عدو الجدي تو ولا ماشي معاه اكثر. شكون الناري؟ هو الحمل والقوس والاسد، اظن كانوا معرقلين الجدي. استاء جدي وري ماشي معاه معرقلين في شنو؟ معرقلين معناها كي تبي تحكي معاه ما تفهميش شيء، معناها ما تنفس معاه، تحس روحك مخنوقه معاه. علاقات الحب، علاقات الحب العمل صراحه ما لازمش حالهم بسطوا باش نحاولوا نفهموا. باهي برج الجدي كان يحب يعمل علاقه نتاع معناتها علاقه تاع حب يغادر زواج العلم اليوم تزوج معنا برج. اكثر الابراج اللي هم الترابيه اثناء ماشي مع برج الناري وبرج المائي. الماء التراب، الماء كيتبزع ولا يمشي؟ يمشي كره التراب. معنا برج الماء ايش كون هما؟ الحوت والسرطان والعقرب. يمشي مع برج الترابي. الترابي هو احسن حاجه، خاصه البرج اللي قاعد اثناء يدعثر اكثر، يدعثر اكثر في الابراج الاثناء هم اللي تعبين هم البرج الهوائي. الهواء هم مزاج كاش توربط ما يحبوش شكون ينقشهم. دونك برج الحمل قلنا مع شكون يتفاهم، هما الابراج اللي كومباتيبل اكثر مع بعض. خلينا نحكي مع شكون يتفاهم. ابراج مائيه ديما تجي عندي. ليه تمشي مع ابراج مائيه؟ خلينا نكملوا نقدموا الاولاد. كما نقولوا البرج الناري هو الاسد والحمل والقوس. صعب ما الكاركتير نتاعهم ما يحبوش يناقشوا، ديما يتنرفزوا يتغشوا، لكن قلوبهم طيبين ما يحبوش شكون يجبرهم بالسيف. كي تجيبهم بالسياسه تربحهم، تجيبهم بالقوه تخسرهم، لكن عندهم مخهم قواو معناها يوصلوا الحاجه اللي يحبوا عليها. البرج الهوائي، الهوائي خدام قوي عنده الحب، لكن ما عندوش كي يوصل الحب لاخر لقطه اخر حاجه يطيح في الماء. معناها معناها تصير له شوك في علاقات حب، يصير له علاقات في العمل، في اي خدمه يوصل لك الماء وكاس الماء يتبزع. هذا برج الهوائي. والترابي، الترابي اثناء ماشيين في حاجه كبيره برشا. معناها اي انسان يعمل علاقه مع برج الترابي معناها يقول لك نواسي واعتمد. شنو هما برج الترابي؟ الترابي هو الجدي كما حكينا فيه والثور وال اش بيهم هذول يعمل علاقه معاهم؟ اش بيهم؟ مع شكون؟ أو انت برجك انت مثلا نقولوا برج مثلا برج السرطان. السرطان يموت كان برج ترابي. السرطان مشنو؟ لحظه لحظه برسمكم لحظه. معناتها يعيط على شفتوك باش تعشى انا وياك. باش نغنفك من بعد. فرحان اللي انا وياك نتفاهموا من بعد. عدي لك عشيه كامله عصتها مشويه. السرطان هو برج المائي كما حكينا فيه. الماء وين يمشي؟ الماء يمشي للتراب، هو الثور والعذراء والجدي. معناها برج السرطان دافي حنين، لكن ما يحبش شكون هكا كلمه تهزه وكلمه ترجعه. معناها ساعات تبدا باهي، عنده علاقات في العاطفيه ما ينقاش عنده مزهر. انسى يتزوج بالفرد يا واحد يا ثلاثه يا خمسه. صحيح هي السرطان معناتها كيما واحد ثلاثه خمسه. معناها ما يقعدش مع واحده. معناها ديما يحبوه برشا، خاطر السرطان قوكب الشمس يذوي برشا الناس كلها يحبوه. تعاودي بلا معلومه قلت لي قد ايه قلت لي؟ معناها يا واحده يا ثلاثه يا خمسه. يا انا بالفرد لا بالزوز لا يا سبعه. معناها عنده ياسر يحبوه يتغربوا به برج السرطان. ما شاء الله امتي ما شاء الله. ستعرف سر وصار. وجوزيه هاي سيبوا سيبوا مش تقعدوا تحكوا علي. جوزيه هو واحده مختلفه يمشي خوهم الفرد. هذول محسن عيف اخر حلقه معنا. لا 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 بالعكس علاه باش. شكون باش باش علينا مش حسب بالنوره الاخرى اللي مازالت. شكون ابراج شكون ابراج الاخرين يتفاهموا بعضهم برشا؟ باش يتفاهموا بعض. اللي يتفاهموا بعض اكثر من حاجه اكثر من حاجه هي البرج. اضحك اضحك يا حبيبي اضحك يا جوزيه اضحك. جوزيه عندك ثلاثه جدي راه ولا لا؟ جوزيه خلينا نكمل لنا هذا خاصة بلورة اثنان في 2020 قلنا راهم الابراج الترابيين راهم باهيين برشا، وخاصة الابراج الترابيين مش اكسبو دار، اكسبو زواج، اكسبو حب، اكسبو كل شيء. الناري برج الناري اللي هو الحمل ولا كما حكينا فيها والقوس وال لا مش الميزان عاد والاسد. هذانا ديما عندهم مشاكل صحيح مش يجيهم برشا عروض في الزواج في الخدمه في الافارات، مش يخرج برا يسعد. خاصه برج الناري اثناء مش يوري وجه كبير برشا. باه واضح. كفو عنده سؤال قبل ما نكمل. مثلا واحد برج مائي. نعم زي ما قلت مائي مع الناري الترابي يعني. طبعا فرض هو يدور في الشارع وجات واحده هوائي كيف الشارع فرضنا
اي بس معناها الامور كيفاش تكون؟ هوائي ناري ولا ترابي؟ ما نشوف شو عنده ناري. تو انت قول برجك انت مثلا ناري تو الحمل ناري على الاخر الحمل ناري عليك عليك روحي النار ما يعجبو شيء فماش هوائي مائي حاجه برج الناري ما يعجبو شيء تلقاه يحبوه برشا خاصه ما يطفوه الا برج المائي المائي يطفيه برشا يخليه شكون يهيج برج الناري لا الهواء هواء يا برج الناري تشعل شكون يشعلها الهواء واضح هاي واضح ميغال عندك سؤال لا لا اللي كنت شاسر على الترابي سي بون سمعت محسن الجمعه الجايه شنو باش نعمل؟ شوفوا باش نعملوا اكتشاف مع بعضنا باش ناخذ واحد ترابي واحد ماي نحطوا مع بعضنا الجمعه الجايه نعطيهم زوز ابراج كالعاده نعاودهم زوز الناس كلهم يحبوا على الابراج سي محسن سي محسن وخاصه يقولوا يا رب لك البلاتون تاعك خلينا نسمعوا شوي فهمتي هذا لا اليوم هو امريكا لا لا اليوم 5 5 انت منطق مليح وكاهو لا لا عدل في الخدمه امريكا لا عدل انا الجمعة الجاية باش نعملوا نشوفوا البرج هو الأكثر اللي يحبوا عليه برشا الناس هو برج الناري. أي نهار؟ هما الحمل. الجمعة الجاية الحمل وباش نشوفوا الحمل مع الميزان. الحمل والميزان. أي الميزان مائي ولا هوائي؟ لا هواء مش عارف فيك النار. دونك تصفيق على محسن عيفة ميرسي محسن.